ان شاء الله بعد الدرس نعطيكم مسلسل عاشوراء ان شاء الله باذن الله. كل عام وانتم بخير. انتم بخير وانتم بخير. يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. اما بعد، من كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين، الباب 39 من الكتاب 49 كتاب المناقب، باب مناقب سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله به وبذريته وبعلومه في الدارين، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للإمام الترمذي في جميع الحديث 21 بعد 803,000. يقول: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن زادان عن حذيفة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله لو استخلفت، قال: إن أستخلف عليكم فعصيتموه عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوا، وما أقرأكم عبد الله فاقرأوا، عبد الله بن مسعود يعني. قال عبد الله: فقلت لإسحاق ابن عيسى: يقولون هذا عن أبي وائل؟ قال: عن زادان إن شاء الله. قال: هذا حديث حسن وهو حديث شريك. قول: باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بن موحدة حليف بني عبد الأشهل من الأنصار، أسلم وهو من القدماء في الإسلام، ولي بعض أمور الكوفة لعمر، وولي الواو بس جت كده، يسموها الواو الفارقة اللي هي بين عمرو وعمر، هي ولي بعض أمور الكوفة لعمر، وولي الواو الثانية بقى دي تيجي واو عطف كده، وولي إمرة المدائن، ومات بعد قتل عثمان بيسير بها يعني بالمدائن يعني. قول: أخبرنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع عن أبي اليقظان اسمه عثمان بن عمير البجلي الكوفي عن زادان كنيته أبو عمر الكندي الكوفي. قالوا أي بعض الصحابة بعد امتناعي من الاستخلاف: لو استخلفت، قال الطيبي: لو هذه للتمني، أي ليتنا، لو استخلفت، لو هذه للتمني أي ليتنا، أو الامتناعية وجواب محذوف أي لكان خيرا، إن استخلفت عليكم أي أحد فعصيتموه أي استخلافي أو مستخلفي عذبتم بصيغة المجهول من التعديل. قال الطيبي: عذبتم جواب الشرط، ويجوز أن يكون مستأنفا والجواب فعصيتموه، والأول أوجه لما يلزم من الثاني أن يكون الاستخلاف سببا للعصيان، والمعنى أن الاستخلاف المستعقب للعصيان سبب للعذاب. وقول: ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه، وما أقرأكم عبد الله أي ابن مسعود فاقرأوه، من الأسلوب الحكيم لأنه زيادة على الجواب، كأنه قيل: لا يهمكم استخلافي فدعوه، ولكن يهمكم العمل بالكتاب والسنة فتمسكوا بهما. وخص حذيفة لأنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنذرهم من الفتن الدنيوية، وعبد الله بن مسعود لأنه كان منذرهم من الأمور الأخروية. وقال القارئ الأظهر أنه استدراك من مفهوم ما قبله، والمعنى: ما أستخلف عليكم أحدا ولكن داخل. ثم وجه اختصاصهما بهذا المقام أنهما شاهدان على خلافة الصديق على المتقدم، ففيه إشارة إلى الخلافة دون العبادة لئلا يترتب على الثاني شيء من المعصية الموجبة للتعذيب بخلاف الأول، فإنه يبقى للاجتهاد مجال. انتهى كلام القارئ. قلت: أشار القارئ بقولي على ما تقدم إلى ما ذكرنا في شرح حديث ابن مسعود في مناقبه. قوله:
قال عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي المذكور يقولون هذا عن أبي وائل، أي يقولون هذا الحديث مروي عن أبي وائل عن حذيفة. قال أي إسحاق بن عيسى لا، أي ليس الأمر كما يقولون. عن زادان، أي بل هو مروي عن زادان عن حذيفة، وأبو وائل هذا هو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي. الباب الأربعين، باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا الله به وبابنه أسامة وبأحباب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مشهور بأنه حب النبي، ويقال على أسامة حب النبي وابن حبه، يعني حبيب النبي وابن حبيبه، الإمام حب. وكان سيدنا أسامة يجلس على حبل النبي، وسيدنا الحسن والحسين على الحبل الآخر، وكان يضمهم إلى صدره ويقال اللهم إني أحبهم فأحب من أحبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا محبين لهم على الوجه الذي يرضيه عنا كما أحبهم النبي محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه فرض لأسامة بن زيد في 3500، وفرض لعبد الله بن عمر في 3000. في خلافة سيدنا عمر كثرت الفتوحات وكثرت الأموال التي تأتي إلى المدينة، فكان يقسم للمسلمين الأوائل كل على حسب أقدمية للإسلام رواتب، فكان يعطي سيدنا أسامة بن زيد 3500، ويدي لابنه عبد الله بن عمر 3000 بس. قال عبد الله بن عمر لأبي، وهم الاثنين سن متقارب، يعني جيل واحد وأقدمية واحدة في الإسلام وحضر كل المشاهد زي بعض ما عدا طبعا بدر. قال عبد الله بن عمر لأبيه، لما فضلت أسامة علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد، احنا زي بعض كده في كل حاجة. قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال هذا حديث حسن غريب، وده اجتهاد الصحابة في التقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محبة النبي، وأن محبة النبي فوق الهوى وفوق البنوة وفوق الأبوة وفوق الصداقة وفوق كل شيء صلى الله عليه وسلم. قول باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه، هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني كلب أسر في الجاهلية، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم منها. ذكر قصته محمد بن إسحاق في السيرة، وأن أباه وعمه أتى مكة فوجداه فطلب يفدياه، فخبره النبي فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدفعه إليهما أو يثبت عنده، فاختار أن يبقى عنده، واستشهد في غزوة مؤتة. ده سيدنا زيد، يبقى هو كان عبد عند ستنا خديجة بنت خويلد، فلما تزوجها النبي استوهبه النبي منها، يعني أنتهى باله فوهبته له، فصار عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه والنبي يحبه. فلما عرف أهله وكانوا من أشراف اليمن أنه موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدياه، يعني يشتروه منه وياخدوه عشان يحرروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره، يعني قال له لو اختاركم أنا لا أريد فيه مالا، ولو اختارني فهو وما شاء. فلما خيروه اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الاختيار. وهذا يدل على رجحة عقله، يعني اختار العبودية مع النبي أفضل من السيادة مع قومه، ولا شك أن العبودية مع النبي أفضل، عشان كده الناس يسموا عبد النبي، يعني مشهور الاسم ده، لأن ما تبقى عبد عند النبي وأحسن ما تبقى عبد عند غيره. وعبد هنا بمعنى خادم، ليس بمعنى الذي خلقه، زي نقول عبد المطلب، فالمطلب أيضا مخلوق، والنبي لم يغير الاسم، قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فكون النبي يجيز عبد المطلب يبقى عبد النبي من باب أول، فما فيهاش مشكلة. يقوم يغيره بقى شهادة الميلاد ويقول له اكتب عبد رب النبي،
علشان نعرف نعمل لك عقد عمل في السعودية لازم تغير شهادة الميلاد عبد رب النبي، وإلا اسمك هذا شرك. جهل، جهل، لغة عربية بدوية جهلة، ما فهموش العربية أصلا، أن عبد هنا بمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي. فالمهم، فاختار أن يكون عبدا عند النبي خير أن يكون سيدا عند فضل. فالنبي كافأه بأن يعني أعتقه وتبناه، وكان التبني مباح، لم يأتي تحريم بعد، وقال أنت من اليوم زيد بن محمد، فشرفه أيام شرف سيدنا زيد، حتى نزلت بعد ذلك آيات النهي عن التبني، وزوجه أيضا ابنة عمته زينب بنت جحش. يعني شوف بقى، كمان جوزوا واحدة قرشية شريفة، شوف قد إيه بقى الشرف كبير. ستنا زينب بنت جحش ما كانتش مبسوطة، لأن هي شايفة إنه ده كان يوم في أيام كان عبد، فبقت تتعالى عليه، وكان يروح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنها بتتعالى عليه أحيانا وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، حتى أعلمه الله أن زينب سوف تكون زوجة له، وأن التبني سوف يحرم. فكتم هذا النبي من الناس حياء من الناس، لا خشية من الناس خوفا يعني، لكن حياء، حتى ينزل القرآن صريح، فإذا نزل القرآن صريح يزول الحرج من قلوب كل الناس. وعلى شكل قال وتخشى الناس والله حق أن تخشى، أي تستحي من الناس والله حق أن تخشاه، يعني تخافه وتستحي منه. وبعدين صار كمان زيد الاسم الوحيد في الصحابة المذكور في القرآن يتعبد بتلاوته. فلما قضى زيد منها، محدش خد الفضيلة دي من أي صحابي من الصحابة، إن زيد يبقى اسمه قرآن يتلى، وحروف اسمه حسنات تتضاعف. فدي برضو إيه، كرامة كبيرة لسيدنا زيد، كل دي من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. قوله حدثنا محمد بن بكر هو البرساني البصري عن زيد بن أسلم العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض أي قدر في إمارته وظيفة لأسامة بن زيد بن حارثة في 3500، أي من أموال بيت المال رزقا له، في 3000، أي بنقص 500 من وظيفة أسامة. لما فضلت أسامة عليه، أي في الوظيفة المشعرة بزيادة الفضيلة؟ ما سبقني إلى مشهد، أراد بالمشهد مشهد القتال ومعركة الكفار، لأن زيدا أي والد أسامة من أبيك، فيه دليل على أنه لا يلزم من كون أحد أحب أن يكون أفضل. فآثرت من الإثار، أي اخترت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حب هنا بمعنى حبيب يعني. فآثرت حب، هو كاتبها فوق حب، يحق يكسرها. فآثرت حب، في حد مع الطبعة المنقحة؟ فيصل معاك الطبعة المنقحة؟ شوفها لنا كده. فآثرت حب ولا حب في الأصل؟ حب بالضم؟ هي حقها تبقى بكسر الحاء على اي حال، وقد يضم، كاتبها كده تمشي بقى. يبقى ممكن نحط كسره تحت الحاء ونحط ضمه فوق الحاء على اساس تبقى بمعنيين. فاثرت حب رسول الله، او حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب يعني محبوب، على حبي، اي مع قطع النظر عن ملاحظة الفضيلة بالرعاية لجانب المحبة، وإثارة للمودة ومخالفة لما تشتهي النفس من مزية الزيادة الظاهرة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال هذا حديث صحيح. قول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلى آخره، تقدم هذا الحديث مع شرحه في تفسير سورة الأحزاب. وعن أبي قال حدثنا الجراح بن مخلد البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة ابن حارثة أخو زيد قال قدمت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا. قال هو ذا. قال فإن انطلق معك لم أمنعه. فقال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا، لما خيروا مع أهله يعني. قال يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا. قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن مسهر. قال حدثنا الجراح بن مخلد العجلي البصري القزاز. قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي الباهلي البصري عن أبي عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس الكوفي. أخبرني جبلة بجيم وموحدة مفتوحتين بن حارثة الكلبي أخو زيد صحابي. قوله ابعث أي أرسل زيدا بدل من أخي. هو ذا هو عائد إلى زيدا، وذا إشارة إليه أي هو حاضر مخير. لم أمنعه أي فإني أعتقته لا أختار عليك أي على ملازمتك. قال أي جبل فرأيت أي تعلمت بعد ذلك رأي أخي. هي أي تعلمت أي فعلمت، مش تعلمت أي فعلمت بعد ذلك رأي أخي أي زيد أفضل من رأيي، حيث اختار الملازمة لحضرة المتفرع عليه الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. وده يدلك كمان مش على رجاحة عقل زيد بس، على حسن خلق النبي، انه كان يعامل خادمه وعبده معاملة تخلي العبد يحب انه يعيش عبد عنده ولا سيد عند غيره. ده كمال خلق النبي، لانك اذا اردت ان تسأل على اخلاق انسان فلتسأل خادمه وزوجته، هم دول اللي يدلوك على اخلاقه الحقيقية. فكون خادمه يفضل انه يعيش عنده خادم عبد وما يرجعش لاهله سيد، ده دليل على حسن خلق النبي اكتر من دليل على رجاحة عقل زيد كمان، لأنه اختار أن يكون في هذا الجناب العظيم من كمال حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد، فطعن الناس في إمرته. ده أرسل سيدنا أسامة قائد على جيش كان عنده 16 سنة وكان من ضمن الجنود اللي تحت إمرته سيدنا أبو بكر الصديق. شوف قد إيه بقى، فطبعا الناس طعنت. إيه ده؟ شاب عنده 16 سنة يقود جيش فيه مشايخ كبار، طعنوا في إيه؟ في إمرته. فلما وصل الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. ده بيتكلم على أبوه، وبعدين يتكلم بعد كده على أسامة. وايم الله إن كان لخليقا للإمارة، هو أبي هنا، وإن كان من أحب الناس إلي اللي هو أبوه، وإن هذا اللي هو أسامة من أحب الناس إلي بعده صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن جنيد الترمذي قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن عبد الله بن دينار العدوي قال بعث بعثا أي أرسل جيشا، وهو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته، هو ده اللي كان أمر بتجهيزه، وبعدين توفي النبي قبل أن يخرج البعث. فلما ولي سيدنا أبو بكر الخلافة أرسل بعث أسامة على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم أن كان في الوقت ده بيعد 11 جيش علشان حروب المرتدين. يعني تصور أنت بقى، هو بيعد 11 جيش في 11 جهة، وفي نفس الوقت بعث أسامة موجود، كان ممكن يغير يقول لك تغير الحال، لكن لا، سيدنا أبي بكر الصديق التزاما ووفاء بما كان مع النبي فعمل 11 جيش غير بعث أسامة للأفاق. بس كانت خطة بقى يعني لطيفة عظيمة نورانية، لأنه الجيش اللي فيه خالد من 11 هو اللي يأمر بالقتال، والجيوش الثانية تبقى مناورات عشان تمنع أن ينضموا إلى هؤلاء.
يخلص خالد الحتة دي يبتدي ينتقل على حتة تانية، والباقيين بيناوروا عشان يمنعوا انضمامهم، حتى أنهى المرتدين كلهم. ودي كانت يعني من كمالي برضو إيه يعني خططه العسكرية وحكمته في سياسة الأمور. لأن لو جمع الجيوش كلها 11 في جهة واحدة كان بقية الإيه الجهات اللي ارتدت تهجم على المدينة، لكن هو بعتهم ردع 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 يوم يمنع ان اي حد يفكر يجي المدينة، ويؤمر جهة جهة ان يقاتل فينتهي منها واحد واحد. ودي كانت يعني سياسة حكيمة. اللي يقرأ سياسة سيدنا ابي بكر وخالد بن الوليد وتوفيقهما الاثنين في الانتهاء من الخوارج يعرف ان بقاء الاسلام الى يومنا هذا في صحيفة حسناته. ممكن يضيع الاسلام والمسلمين، لأن لك أن تعلم أن كل المدينة كل الحجاز وجزيرة العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكة والمدينة والبحرين جواثة، مدينة اسمها جواثة، وكل جزيرة العرب ارتدت. فتصور بقى إيه الأزمة الكبيرة. فيعني جزاهم الله عنا خير. فهنا كان بعث سيدنا أسامة بن زيد ده كان في مرض وفاة النبي، وقال أنفذ وأبعث أسامة، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه بعده قاله الحافظ. وبعث أسامة فات في إيه؟ إن كان الروم بيعدوا في نفس الوقت، شوف المرتدين ارتدوا، والروم كمان بعد مؤتة فاقوا من الرعب بعد غزوة تبوك. فلما أفاقوا من الرعب بدأوا يحضروا ويجهزوا جيش كبير عشان يغزوا المدينة. ففي نفس الوقت جايين يغزوا المدينة وكمان إيه محاطة بمرتدين. فكان بعث أسامة كبت الإيه للروم، فكبت الروم فلم يخرجوا. وبعدين أرسل بعد كده، فكانت حكمة كبيرة عالية، ما كانش حد يقدر يعني إيه يعمل هذا إلا بتوفيق الله ونورانية كبيرة في القلب. فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه بعده قاله الحافظ. وأمر بتشديد الميم أي جعل أميرا. فطعن الناس بفتح العين، يقال طعن يطعن بالفتح في العرض والنسب، يطعن وبالضم بالرمح واليد، ويقال هما لغتان فيهما. يبقى طعن يطعن يعني في النسب، وطعن يطعن يعني في الجسد. واضح سهلة. ويقال في لغة تانية يقول لك ما فيش فرق، ممكن يبقى طعن في النسب أو الجسد يطعن، ويطعن في الجسد أو النسب، متفرقش الاثنين سواء. في إمرته بكسر الهمزة وسكون الميم أي في إمارته، في إمرة أبيه من قبل، يشير إلى إمارة زيد بن حارثة. في جيش قط إلا أمره عليه. ويم الله بهمزة وصل، وقيل قطع، أي والله إن مخففة من الثقيل أي الشأن، كان أي أبوه لخليقا للإمارة أي لجديرا وحقيقا لها لفضله وسبقه وقربه مني، وإن كان أي أبوه، وإن هذه أيضا مخففة من الثقيلة، وإن هذا أي أسامة بعده أي بعد أبيه زيد بن حارثة، وفيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل، لأنه كان في الجيش الذي كان عليه أسامة أبو بكر وعمر. قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان. قوله أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي. بس معلوم طبعا أن لما خرج جيش أسامة في خلافة أبو بكر ما خرجش مع عمر أبو بكر، لأنه صار خليفا مشغولا بالخلافة. ونقف على الباب 41، باب مناقب أسامة بن زيد، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وكما تعرف كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هنوزع عليكم مسلسل عاشوراء واقرأه عليكم بعد ذلك إن شاء الله بمناسبة هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء، وهذا الحديث يروى بالسلسلة يوم عاشوراء فقط، فهو يسمى مسلسل عاشوراء، مسلسل لوقت الأداء، كل واحد يبقى يكتب اسمه بس تحت. يا الورق ممكن تبقى تصورها من اخيك ونديها لك، لان هما دول اللي انا لحقت اصورهم من ده. فان شاء الله تاخد الاسناد النهارده وتاخد الورقه بعد كده في وقت اخر. لان ممكن اديك الورقه في اي وقت. ممكن يبقى يوم الجمعه اللي ما خدش الورقه يبقى ايه وقابلني ياخدها مني ان شاء الله. نقرا الحديث واللي معهوش ورقه ينزف مع من بيجيبها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث مسلسل يوم عاشوراء. أقول أنا الفقير لله يسر بن رشدي ابن السيد بن جبر الحسني الصديقي طريقة الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة الأزهري إجازة القاهري مقاما. حدثني العلامة المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري الحسني يوم عاشوراء ببيته بالقاهرة قال حدثنا أخي السيد أحمد بن محمد بن الصديق يوم عاشوراء قال أخبرنا الشيخ محمد بخيت المطيع الحنفي يوم عاشوراء عن الشيخ محمد عليش المالكي. الناس يقولوا عليها عليش، هي عليش. الشيخ محمد عليش المالكي يوم عاشوراء عن العلامة محمد الأمير الصغير يوم عاشوراء ها، وده تغير إسناد عن طريق السيد عبد الله، يعني السيد عبد الله أخذه من طريقين، من طريق أخيه أحمد الشيخ أحمد ومن طريق ثاني اللي هو الشيخ محمد إمام السقط، فحالي تحول إسناد. وقال وحدثنا شيخنا السيد عبد الله الصديق قال أخبرني الشيخ محمد إمام السقط الشافعي ببيتي يوم عاشوراء عن والدي الشيخ ابراهيم السقا عن الشيخ محمد الامير الصغير، وهنا التقى الاسنادان عند محمد الامير الصغير. عن والدي الشيخ محمد الامير الكبير عن شيخه نور الدين ابي الحسن علي بن محمد العربي السقاط الفاسي المالكي عن شيخه احمد بن العربي بن الحاج عن شيخه عمر بن عبد السلام لوكس عن شيخهما محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي صاحب المنح الباريه في الاسانيد العاليه عن شيخه الشيخ عبد السلام اللقاني عن والده الشيخ ابراهيم اللقاني صاحب الجوهره اللي هي جوهره التوحيد المكرر على الازهر للشيخ ابراهيم اللقاني عن المحدث نجم الدين محمد بن احمد الغيثي المصري عن امين الدين محمد بن النجار امام جامع الغمري عن محمد بن احمد السيوطي بقراءه ابي عثمان الديمي عن ابي الفرج بن الشيخه
عن أبي الفرج ابن الشيخة عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن أبي حفص عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي ابن طبرزد البغدادي عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد، هي مكتوبة خطأ صلح، قال أخبرنا أبو محمد الحسني الحسن ابن علي الجوهري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان قال أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلك. ومعنى التسلسل في اللغة اتصال الشيء بعضه ببعض، وفي اصطلاح المحدثين ما اتفق رواته في صيغة أدائه على حالة قولية أو فعلية أو كليهما معا، وفضيلته كما قال الشيخ السخاوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، والاشتمال على مزيد الضبط من الرواة، وقد سمعتوه مني بشرطي على ما صحت لي روايتي وعني درايتي مع الوصية بالتقوى والدعاء لي ولوالدي ولمشايخ المسلمين، وأجزتكم فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. الحمد لله. في كم واحد بقى هنا لم يأخذ ورق؟ حد يعد لنا كم واحد بس عشان هون؟ كم واحد بس لم يأخذ ورق؟ ارفع ايده اللي ما خدش. عدهم لنا بقى يا محمد. إن شاء الله يوم الجمعة أو يوم السبت في الأزهر إن شاء الله نعطيكم الورق بإذن الله. 18 وأنت لا ده أنت مسافر، أنت خد بقى من أي واحد. عشان انت مسافر الأربعة خلاص خد انت من اي واحد او خلي محمود انا بديه محمود واحد عشان هو مسافر يوم الأربعة لو تعود الى بلد تكتب اسمك بقى تكتب اسمك والتاريخ تكتب اسمك والتاريخ العاشر من محرم 1431 و400 و1000 يا رب يا كريم. هو الورق الاخضر ده لما يتصور يبقى كويس ولا يطلع غالب؟ ها يطلع مظبوط تاخده ممكن يصور كويس ممكن قال لي هرب انت صور لنا ايه هو كام واحد صور لنا 20 او اكثر هم كام واحد 18 خلاص صور 20 اصعب ممكن تزيد شويه ما يقدرش سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وجزاكم الله خير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر ذكرك كلما وفي اسناد اخر لكن انا اختصرته هنا في اسناد اخر ليا برضه في مسلسل عاشوراء نقول لكم بالمره اسناد ثالث بس مش مكتوب هنا الورق اخذته من زوج ابنتي ختني الدكتور اسامه السيد لان له اسانيد اخرى هو اخذ مني وانا اخذت منه لما ناخذ من بعض يسموه ايه يقول لك تدبج تدبج يعني تبادل الاسانيد هو لي اسانيد وانا لي اسانيد فتدبجنا في عاشوراء العام الماضي اسانيدنا فاخذت عنه باسناده قال حدثني شيخ المعمر الصالح ابو البركات محمد بن سعد بن بدران الدمياطي رحمه الله في يوم عاشوراء وكم من المعمرين ويمكن مات يعني من سنتين فقط او حاجه يعني مات قارب المئة الشيخ اللي هو ايه ابن بدران الدمياطي في يوم عاشوراء قال حدثني شيخ الامام محمد بهاء الدين ابو النصر القاوقجي في يوم عاشوراء قال حدثنا ابي ابو المحاسن القاوقجي في يوم عاشوراء بسنده المذكور في مسلسلاته
وقد ساقه فيها من طريق شيخه علي بن عيسى النجاري عن الإمام محمد الأمير الكبير عن علي بن العربي السقاط وعمر بن عبد السلام لوكس. وهنا يلتقي الأسانيد، وبرضه هو سمعه أيضا أسامة من الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث مسند العصر، وهو متعنا الله به وبعمره ومتعه الله بما أقامه فيه ونفع به حيثما أقام، وهو عالم الإسكندرية الشهير، وهو معاصر الشيخ محمد إبراهيم ابن إبراهيم ابن عبد الباعث السكندري. والشيخ محمد إبراهيم خده من السيد عبد الله زي ما أنا خده، فإسناده بقى إيه للسيد عبد الله زي، لكن أنا أخذته من الشيخ محمد إبراهيم بالإجازة العامة وبمسلسل عاشوراء عن طريق أسامة، لأني لم ألتقي به يوم عاشوراء. وأيضا سمعه من الشيخ مجد أحمد سعيد مكي الحلب في يوم عاشوراء، وإحنا خدنا مسلسلات الشيخ مجد، جالنا هنا في مسجد الأشراف خدنا كل مسلسلاته بالأسانيد، لكن ما كانش يوم عاشوراء، فإحنا أخذنا مسلسل عاشوراء من الشيخ مجد عن طريق أسامة أيضا لأنه التقى به يوم عاشوراء. والشيخ بقى مجد وده معاصر ومقيم في جدة، الشيخ مجد أحمد سعيد مكي الحلبي في يوم عاشوراء سمعه من السيد عبد الله التليدي في يوم عاشوراء، وهو سمعه من الشيخ أحمد اللي هو سامعه منه السيد عبد الله، من الشيخ أحمد الصديق الغماري يوم عاشوراء. وسمعه أيضا أسامة من فضيلة الشيخ محمد عبد الله الرشيد في يوم عاشوراء، وهو سمعه من العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وكان من إيه من أصدقاء السيد عبد الله الصديق الغماري في يوم عاشوراء، وهو سمعه من العلامة الشيخ عيسى البيانوني في يوم عاشوراء، وسمعه أيضا من صديقه أبي أنس أسامة السيد عبيد تيدي في يوم عاشوراء، وهو عن الشيخ صالح الأركاني في يوم عاشوراء، وهو عن محمد إبراهيم الختني في يوم عاشوراء، وهو عن محمد عبد الباقي اللخنوي وسنده في المناهل السلسلة، وقد سمعه الشيخ أسامة التيدي أيضا عن الشيخ يحيى الغوثاني في يوم عاشوراء، وهو سمعه من الشيخ محمد ياسين الفداني يوم عاشوراء. والشيخ ياسين الفداني كان مقيم في الأراضي الحجازية في مكة، وكان مسند عصره، وكان رجل معمر، ولكن الشيخ عبد الله كان هو يروي عن الشيخ عبد الله وهو أصغر منه أيضا الفداني، وروى وأخذ عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أيضا من الشيخ الفداني، كما أنه أخذ عن السيد عبد الله الصديق الغماري أخذ من اسمه يوم عاشوراء. فنجيزكم بأسانيدنا إلى هذا الحديث المبارك، نفعنا الله بأنفاس نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله روحا لأرواحنا وذاتا لذواتنا ومددا يمدنا الله به ونورا ينير الله به قلوبنا ودنيانا وأخرانا وقبورنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. من لم يحصل على الورقة إن شاء الله نعطيها له إما يوم الجمعة، واللي مش هيدرك الجمعة نديها له يوم السبت في درس الأزهر إن شاء الله. يا الله عليك.